عم بطل ضرب تركيز يا عم، ما تخليناش نضايق عليك بقى. يا ابني اقتل يا عم اقتل يا اضربني محسن، خلص في رجلي في رجلي يا محسن، في رجلي في رجلي. برجلينا. اخلص، في ناس طالعة لسه زي ما انا برضه. استنى بقى خليك زي ما انت، حاول تحركه يا عم، اتحرك يا عم اوعى يا يحيى. محسن اخرج، مش عايز يخرج. انت خربت بيت الحشرة السوداء اللي انت حشرتها. طب اقتل 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 كمان، اقتل هو اقتل كمان. اه هات هات، شكرا يا معلم، برضه لسه محشرين. فنش يعني. اح علبة بوش. خرب بيتك. هنموت ملزوين، هنموت ملزوين. خرب انا مش يا قادر، ابني، مش عارف اعمل حاجة. خلاص انا برضو عارف اضرب، انا همسك السلم. انا ولا والله انت بتطير كده ولا ايه؟ العب 200 يوم من اللي العب معاك يا عيد. طب انت حانف تقف، انا مش عارف اقف حتى. اي يا ابن الحلال، خلاص يلا ما تفنش، يلا يا ابن الحلال.